في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. رغم سعيهم المستمر لكتمان الحقيقة وتشويهها، فإن كتب أهل الكتاب ما زالت تحمل الكثير من الإشارات والتصريحات حول نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر الفقرة السابعة في قول عيسى عليه السلام وهو يخاطب أصحابه: لكني أقول لكم إنه من الخير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز الفارقليط. أصلها منقول عن الكلمة اليونانية باراكليطوس، المحرفة عن الكلمة بيركلوتوس التي تعني محمد أو أحمد. إن التفاوت بين اللفظين يسير جداً، وكذلك تصحيف بيركلوتوس إلى باراكليطوس. اسم النبي. لا تزال نسخ التوراة باللغة العبرية تحمل اسم محمد جليا واضحا إلى يومنا هذا. ففي نشيد الإنشاد من التوراة في الإصحاح الخامس الفقرة السادسة عشرة وردت هذه الكلمات: حكم امتكيم فكل محمدين زيدودي فزيريعي. ومعنى هذا: كلامه أحلى الكلام، إنه محمد العظيم، هذا حبيبي وهذا خليلي. فاللفظ العبري يذكر اسم محمد جليا واضحا ويلحقه به ييم التي تستعمل في اللغة العبرية للتعظيم. Mais ils l'ont fait. Mohammedine, ils l'ont traduit par le tout beau. Mais le mot Mohammed est là, en hébreu, dans les textes originaux. Mais ils l'ont traduit en anglais le tout beau. Mon bien-aimé est tout beau, dit Salomon. Quand vous lisez le tout beau, il ne vous vient pas à l'esprit de l'associer avec le mot Mohammed. Vous le lisez des milliers de fois, le tout beau, le tout beau. Ou disons-le dans une autre langue, le louer, le louer. Mohammed veut dire le louer. Quand vous dites le louer, vous ne pensez jamais qu'on parle de Mohammed. وفي نسخة الملك جيمس للكتاب المقدس المعتمد عند النصارى الإنجليزية المسمى Good News Bible، وهي أوثق النسخ للتوراة والإنجيل عندهم، جاء في سفر أشعيا ما ترجمته: ويدفع الكتاب للأمي ويقال له: اقرأ هذا أرجوك، فيقول: أنا أمي. الإصحاح التاسع والعشرون الفقرة الثانية. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟ كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له: قال محمد: ما أنا بقارئ. أقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق،
خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. جاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجة. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفاضت روحه الطاهرة بعد أن بلغ رسالة ربه وأدى ما عليه وصبر في سبيلها، ومات محمد صلى الله عليه وسلم. مات الرحمة المهداة والنعمة المسداة. مات النبي الكريم، مات الحبيب المصطفى والرسول المجتبى.